فضل مجالس القرآن كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أنها مجالس طيبة مباركة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا. نائب رئيس مقاطعة حصين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن يا رسول من هم يا رسول الله؟ قال: أهل الله، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. من هذا المنطلق ينظم مجلس مقاطعة حصين مع بشراكة مع جمعية النور والهدى فعاليات مسابقة تجويد القرآن بمناسبة شهر رمضان ككل عام، وهي مناسبة لتتويج المتفوقين في مختلف الفئات السنية وفي مختلف يعني الأحزاب اللي متبرة بشأنها، المجموعات والأجزاء المتبرة بشأنها، وهو تكريم لحافظة القرآن الكريم ويعني واعتراف وامتنان بالدور ديال هذه الفئة في الحفاظ على يعني الوحي السماوي، يعني حفظ في الصدور ان شاء الله. وايضا هو تتمين للدور ديال الكتاتيب القرانيه اللي كتبذل مجهود كبير، اللي خلى مدينه سنه دائما مدينه رائده في هذا الشان، ومقاطعه حصين مقاطعه بارزه الحمد لله. السلام عليكم، انا اسمي ضحى، ادرس بالمستوى الثالث. اليوم سأقدم لكم شعرا حول أستاذتنا كلثوم الجميلة على مجهوداتها. اسمي ياسمين الرحيوي، حفظت 3 أحزاب القرآن. شكون الأستاذة ديالك؟ أستاذة بشرى وأستاذة أمينة. شنو تقولي اليوم؟ شكرا. سميت عبد الرحمن فكناسي. القرآن تحفزنا بزاف باش نختموه نقراوه، حيت القرآن الله نزلو علينا باش نحفظوه. شكرا للفقهاء كاملين حيت عاونونا كنحفظ القرآن وداكش وكنقراوه وكنحفظوه. باش يختموا قراءه القران. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عشنا واحد الحفل ديني اللي كان من تنظيم جمعيه نور الهدى، اللي المره الثانيه هذه ان شاء الله اللي عرفات ما يفوق 300 مشارك، والحمد لله. هذا فان دل فانما يدل على ان مقاطعه حصين عندها كفاءات ونخب، تنقصها شويه ديال الاليات، وحنا الحمد لله كمجلس مقاطعه حصين كل عام ان شاء الله تنزيدوا نجدوا وتنضيفوا، لان كاينه شي مسائل اللي حنا كل عام تلتجئ ونضيفوها في هذه المقاطعه هذه. ومن هذا المنبر تنشكر كاع المشاركين، كل واحد باسمه وكل واحد من الموقع ديالو، اللي بينوا المهارات ديالهم والجديه على مستوى حفظ القران. وشكرا للجميع. السلام عليكم، اسمي آية خويا، أدرس بجمعية الكتاب النور والهدى. أدرس بجمعية النور والهدى، شاركت بمسابقة رمضان الكبرى بفئة 5 أحزاب، وأنا فرحة جدا بهذه المرتبة، وأشكر الله عز وجل بهذه المرتبة، وأتمنى أن أختم القرآن قريبا. وأشكر أستاذتي
بشرى وأستاذة أمينة وأستاذ مصطفى على مجهوداتهم. اسمي محمد خليل الزغداني، حافظ 10 الأحزاب، حافظ 10 الأحزاب، حصلت على الرتبة الثانية في مسابقة تجويد القرآن. كنشكر الأساتذة ديالي اللي عاونوني، ومنكرش الفضل ديال الوالدين ديالي. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.